اسمي علاء محمد علي سليم، قائد فريق العمل الذي قام بإنشاء نظام ERP لمحاكاة عمليات مصنع لإنتاج الكوبايات، وكان دوري System Manager and Website Manager. ونستعرض إليكم الآن تسجيل البيانات الأساسية لكل من منتجات المصنع والمواد الخام والعملاء والموردين على الترتيب. اسمي منة فضلة رمضان تهامي، قمت بدور السيلز مانجر، وهنا بنستعرض إصدار أمر بيع لإحدى منتجات المصنع باستخدام نظام الـ ERP. اسمي عمر محمد يوسف عبد الخالق، القائم بأعمال Fulfillment Manufacturing Manager. هنا بنستعرض قيام المصنع بإصدار خطة إنتاج لأحد منتجاتنا لتلبية احتياج السوق. اسمي مريم حسام محمد عمران، قمت بدور الـ Stock and Purchase Manager. بناء على خطة الإنتاج، تم إصدار أمر باستخدام كمية معينة من مخزون المواد الخام والتي لم تكن متوفرة بالمخازن، وبناء عليه تم إصدار أمر شراء لأحد الموردين من أجل تغطية المخزون لإكتمال عملية الإنتاج اللازمة ولتلبية احتياجات السوق. اسمي سارة إبراهيم الورداني حافظ، قمت بدور الأكاونت مانجر بعد الانتهاء من عمليات الشراء للمواد الخام وعمليات البيع لمنتجات المصنع. تم إصدار فواتير بتلك العمليات باستخدام نظام الـ ERP.